السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم المقادير ديال المغرير مقادير سهله. انا كندير المقادير الاعتياديه اللي عندي، راه درتو وشاركته معكم من قبل ونعاود نشاركو معكم ثاني ماشي مشكل. هنايا عندي نفس الكاس اللي كان نوزن به، عندي جوج كيسان ديال السميد هنايا، وعندي كاس واحد جوج كيسان السميد، جوج كيسان السميد ديال البسبوسه الرقيق، وعندي كاس واحد ديال الدقيق، وحاطه فيه شويه ديال الملح. هنايا عندي هنا معلقه صغيره ما عمرش، معلقه صغيره ديال سميتو ديال البيكنج باودر، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي معلقه صغيره ديال السكر. هادشي اللي كاين في المقادير، ما كاينينش شي حاجه اللي هي صعيبه. اول حاجه غادي نديرو هنايا هادوك ثلاثه الكيسان، غنوزنوهم ما يكون ماء دافي، ماشي دافي بزاف، الضربه ما بين الصيف وما بين الشتاء. غادي ندير ثلاثه ديال الكيسان بالماء، صافي. وغادي نضيف هذا البيكنج بودر، خليها هي الاخرانيه، دائما كنخليها هي الاخرانيه. غادي نضيف خميره مع السكر، وغادي نضيف السميد، وغادي نضيف يعني حطيت كلشي كيف ما قلت لكم، راه الملحه كنديرها مع الدقيق. غادي نحط كلشي يتضرب في مولي ميكس. هذا البغرير ما كيخمر ما والو، كي كان صوبو صافي، كنحطو كنخدم به ديك الساعات صافي. كنزيدو هنايا هذيك الخميره، نعطوها ضربه واحده صافي، كيجي بحال هكايا. ما كان قلت لكم ما كان خمروا ما والو، كنخدموا به دابا مباشره. ثم هي الناس شوف كيفاش جات، كنكب الماء فيها فقط. هو سينشف هذاك الماء اوتوماتيكمون. غنعاود ندير وحده اخرى، غادي نعاود معاكم وحده. يجي صراحه هذا البغرير تصدق الصراحه، يعني انا اول مره جربته صدق ليا في اول مره، يعني جربته ما بقاش مع المشكل صافي. المهم انا غادي نكمل باقي الوحدات ونعاود نرجع. المهم
هانتوما كيجي مثقب، وهذا هو الطبق ديال البغرير. هكا كيجي خفيف 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 بزاف. هما جربوه بصراحه، الطريقه هذه هي اللي ولات يعني معتمده عندي انا الصراحه، كيجي زوين. جربوه. هذا ما كان، نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. شكرا الدعم ديالكم، تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.